نحن ضمير الإنسانية وصدى صيحات النساء المعتقلات في سجون الأسد. بهذا الشعار انطلقت حملة ضمير في 6 آذار العام الفائت لإسماع العالم صوت ضميرهم والعمل على إخراج المعتقلات من سجون الأسد. مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني في تركيا نظمت هذه الحملة، فانطلقت من اسطنبول باتجاه الحدود السورية بمشاركة آلاف النساء من 55 دولة. يتجدد الموعد مرة أخرى مع حملة جديدة دعت إليها حركة ضمير للتظاهر وإقامة فعاليات يوم غد بالتزامن مع يوم المرأة العالمي في معظم الولايات التركية وعدد من مدن العالم. Her dinden, her milletten insanın katılımıyla vicdan hareketi Suriye zindanlarında yapılan işkencelere son vermek için harekete geçti. يبلغ عدد المعتقلين في سجون الأسد نحو 500,000 معتقل على الأقل بحسب مصادر حقوقية، في حين يبلغ عدد المعتقلات اللواتي تعرضن للتعذيب والاغتصاب نحو 13,500 معتقلة، وما تزال نحو 7,000 معتقلة في أقبية النظام بانتظار تحرك الضمير الإنساني لإطلاق سراحهم وإنهاء معاناتهم.